تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين بمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد ممكن من المساعدات خاصة الوقود. مزيد من التفاصيل يطلعن عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المتواصلة لتكثيف إنفاذ المساعدات الإنسانية عبر منفذ كرم أبو سالم. لعلكم ترون من خلفي في هذه الصورة كم الشاحنات المصطفى في مدينة العريش، آلاف الشاحنات التي تستعد للذهاب يوميا إلى معبر رفح البري للدخول لقطاع غزة، لكن لازال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية. اليوم مصر جهزت ما يقرب من 96 شاحنة اتجهوا لمنفذ كرم أبو سالم، تم قبول 19 شاحنة فقط وعودة باقي الشاحنات، ومن هذه الشاحنات بعض الشاحنات التي كان بها أدوية، لكن لم يتقبل الجانب الإسرائيلي الشاحنات التي تم تجهيزها اليوم لأسباب يعني تعود للإجراءات التعسفية المتواصلة أو ربما لتكدس الشاحنات في منفذ كرم أبو سالم، وهذه نقطة أيضا تدل على أنه لا يتم دخول أكبر عدد من المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي تكدس هذه الشاحنات أمام منفذ كرم أبو سالم وعدم دخولها للأشقاء الفلسطينيين. أيضا اليوم لم يتم دخول أي من شاحنات الوقود، والأمس لم يدخل سوى 4 شاحنات فقط للغاز، وعادت ما يقرب من 8 شاحنات للسولار. نتحدث عن هذه الكمية القليلة التي تصل إلى قطاع غزة، ونحن نتحدث عن أنه غدا أيضا السبت سيكون يوم إجازة بالنسبة لمنفذ كرم أبو سالم، فبالتالي غدا أيضا لن يتم دخول هذه المساعدات. فيما يتعلق بالوضع الميداني، صباح هذا اليوم كانت هناك بعض أعمدة الدخان في المناطق الشرقية من معبر رفح الجانب الفلسطيني وسماع دوية الانفجارات هناك، لكن لازال الوضع أو الجانب المصري يكثف من جهوده لإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وأيضا الوصول لوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.